هاي everyone، السلام عليكم جميعا. ان شاء الله يعني كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعني بالصحة والسلامة، وينعاد عليكم اعوام مديدة وازمنة عديدة بالصحة والسلامة. الان نبلش بالفصل العاشر، اللي هو طبعا الفصل العاشر اللي هو الكين سكير تو ديث، يعني الخوف حتى الموت او الرعب حتى الموت. طبعا هذا الفصل راح يتناول البيج باكنز 2 والمانج 2 واليوز 2، هاي الافعال اللي نستخدم بها، يعني المانج 2 اللي وراها يجي فعل انفينيتيف بعلم النظام مجرد، وايضا اليوز 2 يجي وراها فعل مجرد، والاي 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 دي والاي ان جي تضاف الى الافعال حتى تصير عندي اوبجكتيف صفات، والاسلام والاكسلايميشن واللي هي نفس بيها التعجب. طبعا هاي الصورة تتكلم عن what are these people afraid of، هذول الناس من خايفين، how do they feel، كيف يعني كيف هم يشعرون، كيف هم يشعرون، what are you afraid of، من اين من ماذا انت خائفة، why ولماذا. فهاي الكلام احنا كلام راح نشوف شوي عن السكير اللي هي الخوف من الموت والبعض بعض الاشياء اللي هي بها يعني الفايتنج اللي بها يعني خوف بها رعب بعض الشيء او بها حزن. هذا عندنا القطعه تقول انه دونت لوك داون، لا تنظر الى الاسفل. طبعا هذا باولي دانسز، باولي هذا يعني اللي هو شخص يرقص وذ الديث مع الموت، in the mountains في جبال of the southern Spain في جنوب اسبانيا. طبعا I have أو always enjoyed، انا كنت دائما يعني استمتع بالمشي، when I was a boy عندما كنت ولدا، I used to go، طبعا هنا I used to مو معناها استعمل، لا هاي معناها انا كنت في السابق، انا كنت في السابق، فهاي I used to انا كنت في السابق. طبعا هنا اذا نقرا هاي البوكس هذا اللي به هذه المفردات، begin to feel، بدأت أشعر، started بدأت أتألم، used to have معناها نصب بها، كنت في السابق، went camping يعني ذهبنا للتخيم، تخييم ذهبنا للتخيم، شو طالعين عاد نزهف ونسوي خيمة بعدون بها، ف went camping ذهبنا للتخيم، decided to stand up قررت لي أقف. هاي المفردات راح نستخدمها بهاي القطعة اللي بها هاي الكلمات. طبعا هنا when I was a boy I used to، أنا كنت أذهب mission at weekend في نهاية الأسبوع with my father، مع أبي كنت أذهب mission مع أبي في نهاية الأسبوع. طبعا هنا الفراغ الأول طبعا نحط we went coming، نحن نذهب إلى التخيم، we went coming and climbing together، ونتسلق معا. I try to visit a new place، أنا أحاول أزور أماكن جديدة، every year كل سنة، last year السنة الماضية، I decided to walk، أنا قررت لي أمشي a path في مسار in Spain في إسبانيا، يسمى هذا called El Camino del Rey which means the king's way، والذي يعني أنه طريق الملك. It is one of the highest and most dangerous footpaths in Europe. إنه واحد من المسارات اللي تكون الأخطر والأعلى in Europe في أوروبا. It used to be إنه كان very safe، هذا المسار طبعا كان جدا آمن، but now it is falling down، لكن الآن هو يداعى وجاي ينهار، جاي يعني يهبط، يعني جاي ينهار وجاي يتهاون، يعني جاي ينهار هذا المسار اللي هو بهاي الصورة اللي شفتم اياها، اللي هي بهاي الصورة هذا المسار اللي هو جاي يتفلش وجاي ينهار، falling down جاي يصير بي falling down، جاي يتفلش وجاي ينهار، هذا المسار اللي نشوفه معكم بالصورة. اذا and most dangerous footpaths in Europe، it used to be very safe but now it falling down. I took a train to the village، أنا أخذت قطار إلى قرية of Ilo Koro and started to walk، بدأت اللي أنا أمشي باتجاه mountains الجبال. I was very excited، أنا كنت جدا excited، very جدا جدا متحمس. I was very excited. Then the adventures began، بعد ذلك الرحلة بدأت.
The path was about 3 feet wide and there were holes. يقول المسار كان تقريبا بعرض بعرض يعني بعرض الثلاث الأقدام and there were holes وكان هناك حفر في هذا المسار اللي شفتكم اياه قبل قليل. It فراغ طبعا راح استخدم it used to have انه كان في السابق it used to have a handrail انه كان هناك في السابق عند handrail والهاندريل الهيل الهاندريل طبعا الهاندريل هي المقابض مال الحجر او مال السلم او مال الدرج اللي احنا عادة ما نستخدم بها هاي المقابض نستخدمها حتى نصعد بالدرج او اللي نقصد بها اليدات الهاندريل اليدات اللي نتمسك بها المقابض يعني السلم اللي نصعد به فهذا نقصد به الهاندريل اذا it used to have انه هاندريل but not anymore لكن الان لا يوجد يعني هذه المقابض I didn't know what to do انا لا اعرف ماذا افعل يعني اذا ماكو مقابض بها بما انا نتمسك فما اعرف شو اسوي should I go on my hands and knees هل اجوا علي ان امشي ب يعني اقعد على ركبتي واسحب بركبات وبيدناتي او اني ستاند اب لكن ثلاثه يقول اني I decided to stand up انا قررت لي ان اقف and walk وامشي very slowly وامشي ببطء جدا يعني at times وفي احد اوقات المسار كان اولي يعني وفي ذلك الوقت كان المسار يعني was only as wide as بعرض my two boots بعرض البوتات مالات رجلي يعني اللي يلبسهم المسار كان يمشي به بعرض البوتات مال اقدامي بوت يعني اللي لابسه I stopped to have انا توقفت لي اخذ الريست but there was nowhere to sit like لا يوجد مكان لي ان اجلس طبعا رقم أربعة اللي هي راح ناخذ نبي هنا رقم أربعة I began to feel أنا بدأت أشعر very frightened بالخوف شديد it was impossible أنه من المستحيل to look down or look up النظرة إلى أسفل أو النظرة إلى أعلى I was concentrating on the كذب بقوة so hard بقوة that my body بحيث أن جسمي اللي هي number five شوي started aching بدأ هذا جسمي aching بدأ يتألم there was no thrill of danger من أجل هناك خوف من الخطر no enjoyment of the view لا تجد متعة النظر من الأعلى I thought I was going to die أنا أعتقد أنه ذاهب إلى الموت I finally managed to مستعمل قلنا نستخدم managed to لو استو فmanaged to get فهذه managed to كلمة كاملة جورها infinitive مصدر مجرد I finally managed to get to the end. أنا بالأخير أنا دبرت حالي لأن أصل إلى النهاية the end. I was shaking أنا كنت أرتجف and I was covered in sweat وأنا كنت مغطى بالعرق from heat من الحرارة and fear من الخوف. I fell to the ground أنا سقطت إلى الأرض من شدة الإرهاق. I fell to the ground انا سقطت ارضا exhausted من شدة الارهاق الشديد او الهانك الشديد هنا عندنا بالجرامر سبورت طبعا are these verbs followed by infinitive or يعني هل يقول هاي الافعال تتبع وتدفع يعني جوراها infinitive مصدر مجرد او جوراها ing في هذه النصوص اللي هي enjoy try decide start begin طبعا هاي كلها عرفناها من خلال القطعة اللي قريناها قبل قليل كل جد لي أمثلة حتى تستعمل تصن بها ال used to وراها يجي infinitive بمصدر مجرد used to اللي هي كنت بستعمل معناها express a passion which doesn't happen anymore طبعا I used to play أنا كنت في السابق ألعب لعبات with my brother but now I don't notice the pronunciation اللي هي سبيل التلفظ مهمة ما هي مجاز والهالي واللي يشوف اللو just شو تلفظ مهمة Complete these examples from the text. Text من هو هاي القطعة. من القطعة الجملة ذني الحلوة اللي هي واللي هي تقول I used to go walking attic and I didn't know what to do. I stopped to have a rest.
It was impossible to look down. There was nowhere to sit. واخيرا طبعا هذا لكم واجب جدا مهم، هذا واحد واثنين راح اخلي لكم واجبات نفس الموضوع شلون استخدمنا I used to go walking شلون استخدم يعني هنا عندك سكي فعل سكي ساعضف الى ايدي ساعضف الى اي ان جي بحيث اخليها تتوالم وهاي الجمل اللي عندي من واحد الى سته هاي السكي ساعة اخليها بها اي ان جي ساعة بي اي دي او بي اي ان جي حتى اخليها بهاي الجمل حتى تكون جوه. مثلا I go skiing every winter انا اذهب الى التزلج every winter مثلا وتكمل حل من واحد الى سته هذا واجب عليك واذا هذا واجب نفسه يشبهه انه انا استخدم I have decided to استخدم stop go to stop you're stopping smoking فتقول I have decided to stop smoking وهكذا تكمل شوف شنو الفعل الموالم للفعل شنو هذه الستوب لو تو ستوب لو ستوبينج اللي يوالم الفعل الرئيسي decided وهذا الفعل الرئيسي مانج شنو اللي يوالمه يوالمه find لو تو find لو find اكيد المانج تو يجي وراها فمانج تو find شنو يعني find تو find my password وهكذا هذا واجب وهذا واجب اذا تلو هذا عليكم وتكون النتائج لاحقا. هنا عندنا يقول لي make sentences with a line in I and word in B and infinitive in C. طبعا infinitive اللي هو مجرد في العمود C. إذا بدينا نحل هذا النمبر 5 واللي هو طبعا حاليا هو الوحدة free أو الوحدة في حال النهاية. I'm hungry I need something to say to you. أنا يعني أنا ضايق أنا أحتاج لأقول شيء ما لك. I am going to Bosch. طبعا هنا Bosch هاي مغيريه بالنسخة الحديثة يعني اللي هي formal dinner. So I am going to formal dinner. يعني ذهب إلى عشاء رسمي. But I don't know what to wear. I don't know what to I don't know what to wear. أنا ولكن أعرف ماذا ألبس. I don't know what to wear. هاي don't know what to wear. هاي ايضا اذا انتقلنا للجملة الثانية اللي هي الثالثة اللي هي my city plan broken انكسر city plan ما تنشغل city plan انكسر can you show me how to repair it فهذه تعتبر مثلا نمبر 4 don't talk to me I have nothing انا لا املك شيء لا أعمل ما عندي شيء احكي to say to you I don't have nothing to say to you to say to you ايضا طبعا الجملة الثالثة ما سيقولها can you show me how to repair it والجملة الرابعة تقول don't talk to me I have nothing to say to you I have nothing to say to you وأيضا الجملة الخامسة هل أنا بإمكاني أن أسير turn left or right I don't know where أنا لا أعرف I don't know where to go أنا لا أعرف أين أذهب where to go أيضا هنا ستة اللي تقول اللي رقم ستة I am bored I haven't got أنا لم I am I have bored I am bored أنا مللت I have not got أنا لا أملك أي شيء to do أنا لا ليس عندي أي شيء لأفعله I haven't got anything to do إذن إذا قلنا رقم 7 can you get some eat هل بإمكانك أن تحصل لي أو تجيب لي some من بعض اللحم sure tell me how much to buy tell me how much can to buy number 8 I feel
lonely. I need أنا أشعر وحيد. I need somebody. أنا أحتاج شخص ما to talk to. I need somebody to talk to. I need somebody to talk to. To talk to. أنا أحتاج لشخص ما لأحكي معه. إذن هاي طبعا الفوكابولري اللي هي انه اذا عندي يعني قلنا افعال عندي كلها الاي الاي ان جي او الاي دي وصير عندي هالافعال تتحول الى الى صفات. طبعا هنا عندي هاو كان يو سكرايب سوفتلي ذا اكسبيرينس تجربه اسفل تعمل لي اجكتيف فروم ذا بوكس. طبعا هنا عندي هذه الصفات فايتنينج اكسايتنج سبرايزنج تيرفاينج بولينج ريزيستنج. طبعا هاي فايتنج يعني خوف شديد فايتنج شادن متحمس سبرايزنج متفاجئ وتيرفاينج يعني مرعوب جدا وبولينج ممل وريزيستنج اللي هو منهار جدا او منهار جدا. فرقم رقم واحد اللي هو يقول لي يعني شلون نستخدم هاي الصفات اللي هن موجودات. رقم أربعة طبعا هنا اللي هي يقول لي بها رقم واحد you get stuck in a lift. انت محاصر في المصعد. فبهاي الحالة شنو راح نستخدم هذا المحاصر في خايف لو متفاجئ لو ممل لو مال لو منهار جدا. فهذا اللي محصور في المصعد هو frightening او terrifying او مرعوب. نمبر 2 اللي هي you go on 15 now walk then climb 3 months. هو مشى 15 ميل بعد ذلك سلق 3 جبال. فهو بهاي الحالة شنو إذن هو exhausted هو منهار جدا أو منهك جدا exhausted. نمبر 3 you go on أنت بإمكانك أن تذهب يعني حول العالم يعني أن تسري يعني أن تسير يعني أن تذهب حول العالم. فبهاي الحالة نستخدم يعني اللي هي 3 يعني كان جو بإمكانك أن تذهب حول العالم في هذا الرحلة برية. كان جو بإمكانك أن تذهب في رحلة برية في العالم أو حول العالم. فهاي متحمس في السجن exciting. Number 5 you find a spider in the bath. أنت وجدت عنكبوت في الحمام. فخليها إما أن terrifying مرعوب أو frightening. Number 5 somebody someone shows بين لك their holiday photos صورة مال عطلة لساعات ولساعات. فشخص ما جاي يشوفك الصور مالته مال عطلة مالته اللي أخذها بالعطلة لساعات وساعات. فهذا الشخص ممل فإذا boring فنستخدم له boring. 6 your teacher says you're all such wonderful students. أنتم طلاب رائعين جدا. That لذلك I won't give you أنا سوف لن أعطيكم any more homework. لا أعطيكم واجبات جديدة. هذا الشيء تعجب مستخدمنا surprising. فهنا طبعا how do the people in the photos feel. كيف يشعر الناس في الصور. طبعا هنا من هاي surprising هذا boring هذا frightening وهكذا هذا exciting وهاي مية يعني بورينج مملة وهذا الرجال اللي هو exhausting منهار وهكذا. فهنا هذا المثال complete the sentences use one of these adjectives. طبعا هذا مهم جدا 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 اللي هو انه excite استخدم ايدي. وهي طبعا تقدر تطلع من القطع اللي قريناها تحلها فايتني وهكذا. شوف شلون فيستخدمها اي ان جي و اي دي وتستخدمها وين تحلها بهذا من واحد الى سبعة. هذا المثال ايضا واجب حلوه همنا وحاول تسلوا الجواب. يعني هنا هذا من واحد الى سبعة وتحلوها هذا واجب ايضا. اذا انتقلنا الى هاي القصة المهمة وهاي قصة جدا حزينة into the world الى البرية. طبعا هذا الشخص غالي جدا حقي هاي اسئلة على القطعة هاي راح نقراها. طبعا هنا عندنا ان ابريل في عام 1990 جريس ماجندلوس اللي هو يانج مان رجل شاب
من ويلث أمريكا، فمن العائلة الأمريكية غنية، هو هيتش هايك سافرت ألاسكا. طبعا ألاسكا هي منطقة محاضرة إلى روسيا، طبعا هي كانت هاي ألاسكا منطقة تابعة لروسيا، ولكن أمريكا فيما بعد اشترتها من روسيا. فور مونتس ليتر، بعد 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 4 أشهر، هي از ديد بودي، هي ديد بودي، جثته كانت فاوند فيزيتد باي جروب اوف هانترز، جروب اوف هانترز، مجموعة من الصيادين. طبعا جون كراكاير اللي هو انفستيجيتد تحرى من هاي القصة. طبعا وين جريس ماجندلس، عندما كريس graduated، تخرج من ايموري يونيفرستي، جامعة ايموري اللي باتلانتا، في جون تخرج في عام 1990 في جون حزيران، he sent وارسل his parents ولديه a letter مضمونها containing his final reports، مضمونها درجات النهائية. his letter ended انتهت say hi، وصلوا سلامي، او قولوا هاي، say hi to everyone، قولوا سلامي للجميع، وصلوا جلالة، وصلوا سلامي للجميع. No one in Chris family ever على الإطلاق سمع منه شيء آخر من ذلك الحين. No one of the Chris family ever سمع عنه أخبار من ذلك الحين. From him منه أخبار again مرة ثانية. لأن لا أحد من عائلته سمع منه أخبار منذ تلك اللحظة. هذه أرسل إليها رسالة. طبعا هذا كريس ساق الى يعني او مشى غربا خارج من اتلانتا اللي هي حصل من الشهاده مالته. طبعا هو اخترع نيو لايف لنفسه، اخترع حياه جديده لنفسه وذا نيو نيم، مع اسم جديد. هي ليفت، هو ترك هيز كار سيارته ان سام ووتس، في بعض الغابات، اند بوند، واحرق اول هيز ماني، وحرق كل النقود مالته. هذا كريس قال انا بدي حياه جديده، وبدا حرق فلوسه وخلى سيارته بنص الغابات، وعاف اهله وعاف الجامعه، تخرج وراح قعد بوين راح، انه حتى يبني يصنع له حياه جديده. خلينا نشوفه. طبعا هو هذا اللي لقوا جثته قبل شوي، قلنا لقوا جثته قبل الصيادين، الصيادين لقوا جثته ميت. فهي قصته هي بالتفصيل، هاي انه هو اخترع حياه جديده له، نيون، واخترع اسم جديد. هي ليفت، وترك سيارته ان ساموز اند بيرن، واحرق سيارته ونقوده، احرق نقوده عفوا، بيكوز هي بيكوز از هي، كما انه كتب ان هي دايري بفكرته، اي نيد نو بوزيشنز، انا لا احتاج الى ممتلكات، اي كان سرفايف، انا بامكان ابقى على قيد الحياه، وذ جاست نيشن، بالطبيعه فقط. For the next 2 years، طبعا بقى سنتين من طلعوا، مرة ما تخرجوا عاف في اتلانتا، هي هاجت، هو سافر to various parts of the United States and Mexico، من الولايات المتحدة الأمريكية ومكسيكو. He wanted، هو أراد الحرية، to go where he wanted، يذهب إلى حيث يريد، and to work، وليعمل عندما هو يحتاج. For him، بالنسبة له، his life، حياته was very rich، كانت غنية. إلهي، هو يقول يعني God، إلهي it's great to be alive، إنه من الرائع ومن العظيم أن أبقى على قيد الحياة. شكرا يا إله، thank you، thank you، شكرا يا إله، شكرا يا إلهي. طبعا جريس كان أتى من comfortable background، من خلفية مريحة، يعني خلفية عائلة يعني مريحة. his father had a business، كان لديه عمل، والذي كان يديره efficiently بشكل كفوف، and he controlled، كان يسيطر عليه، his وعائلته كانوا مسيطر عليه بشكل جيد. كريس and his father didn't get on، يعني كريس وأبوه لم يكونوا متوافقين، أو لم يكونوا على توافق، يعني على توافق. when his parents didn't hear from، عندما والديه لم يسمعوا عنه for several months، لعدة أشهر. they contacted، هم اتصلوا the police، بالشرطة، but they could but they لكنهم they could do nothing، لكنهم لم يفعلوا أي شيء، يعني الشرطة لم يفعلوا أي شيء أو لم يحصلوا على شيء. In July عام 1990، 2 years after Chris left Atlanta، بسنتين بعد ما ترك Chris Atlanta، his mother woke، استيقظت in the middle of the night، أمه يعني بعد سنتين كنا ورا ما عافوا Atlanta، وبعد أمه استيقظت نص الليل،
حلمت بحلم بابنها كريس. ايش بعد؟ I could hear Chris calling me. أنا أستطيع أن أسمع كريس يناديني، صيح لي. I wasn't dreaming. أنا لم أكن أحلم. He was begging mom. هو كان يتوسل إلي. Mom, help me. He was begging begging mom. هو كان يتوسل إلي. Mom, help me. ساعديني. But I couldn't help him. لكني لم أستطع أن أساعده. Because I didn't know where he was. لكني بسبب أنه ما أدري where he was. Chris dream was to spend يعني كريس كان يحلم ليصرف some time بعض الأوقات in Alaska and this is where وهذا المكان هو أراد ذهب إليه في أبو عام 1990 في early May في بداية ماي الشهر الخامس after a few days وبعد أيام قليلة in the Alaska كريس وجد طبعا ورا ما راح الألاسكا من الألاسكا هذا كريس وجد يعني باص أول باص باص قديم حطام متهالك والذي which hunters used to for shelter واللي الصيادين كانوا يستعملوه من أجل أنه كملجأ لهم كسكن لهم يستخدموه يجون بيه يسوون بيه أكل يسوون بيه شاي هذا اللي هو الباص المتهالك القديم. It had a bed إنه كان فيه سرير وكان فيه حتى ستوف شواية يعني يشون به كل شيء. He decided هو قرر to stay there for a while. هو قرر أن يبقى بهذا الباص المتهالك القديم اللي برها. Total freedom الحرية الكاملة وكتب يعني هو كتب قال الحرية الكاملة. My home is the road ووطني هو الطرق ووطني هي الطرق. مهما يكون ريالتي الحقيقة انه قريبا تغير الحلم مالته. هو كان هنجري كان جوعان هذا كريس وهو كان ايضا difficult من الصعب ان يجد enough to eat اكل كافي حتى ياكل. هو شوت وكان حتى كان يصطاد الدوكس السكيرلز السناجب بيرز طيور and sometimes موس حيواني موس and with these he ate واكل وايت بوتيتا وايضا مع هذا هو اكل البطيط البريه الوايلد مشروم المشروم البري الافطر وان بريز والتوت اللي هو هي ووز وكان يفقد a lot of weight وكان يفقد كثير من وزنه. وان اون جولاي 30 هي 30 هي وكتب اكستريملي ويت واصابه ضعف شديد فولت خطا بسبب بوتيتا يعني بدل بوتيتا بوتيتا سيت كانت ستاند اب لم يستطع هو ان يقف. بوتيتا اكلها بوتيتا وبدل بوتيتا هو اكلها لم يستطع ان يقف من براها. ستارفينج الجوع الشديد الدنجر الخطر. It seems inevitable that Chris was eating اكل a part of the wild potato بوتيتا برية a part of the wild potato plant نبتة بوتيتا برية that was كانت هي that was poisonous كان مسمومة. He couldn't get out هو لم يستطع أن يخرج of the bus لدرجة أنه هاي البيتة المسمومة البرية اللي أكلها نتفت البرية اللي أكلها حتى لم يستطع أن يخرج من الباص لشدة الجوع والتعب والسم اللي أصابه. He didn't get out he couldn't get out of the bus to look for food حتى ما يقدر يطلع من الباص حتى يبحث عن أكل يأكله. I am trapped in the wild أنا يقول هو يقول أنا بالبولد مكتوبة من هذا الخطر الخين يقول أنا وقعت في فخ البرية. هو كتب إن أغسطس في الخامس من أغسطس هو he becomes weaker وأصبح أضعف and weaker أضعف as he كما أنه starving الجوع الشديد حتى الموت. his final note وملاحظته الأخيرة قال فيها I have a heart أنا كان لدي a good life أنا قضيت أجمل لحظات حياتي أنا قضيت حياة جيدة أو حياة سعيدة وقضيت أجمل لحظة حياتي. And thank the Lord شكرا يا ربي. مع السلامة goodbye مع السلامة and may God bless all وأتمنى الرب أن يبارك لكم جميعا. طبعا ما بعدين he called هو زحف into his sleeping إلى 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 يعني بمالته الكيس اللي هو بسحابة مثل الدوش اللي بسحابة طبي حتى يهمين برد into his sleeping bag. عند لوسو فقد طبعا الكونسنسس الوعي مالته
هي ببالي هو ببالي محتمل بدايد اون محتمل هذا كريس هو ماتت يعني 15 اب one of the last things واحد من الاشياء هو يعني كان اخذها هو صورة لنفسه one hand بايد وحدة ماسكها his final note واحدة من الايدي لازم بملاحظة الملاحظة الاخيرة كاتبها بيده ورافعها والايد الاخرى الاذر هاند مرفوعه بشكل عام بالنصر ويعني ويقول فيها جود باي مع السلامه. هيز فيس از هوريبل كان متعب جدا ومرعب جدا من شده الضعف هوريبل هوريبلي يعني هوريبلي ثين شده الضعف وجهه كان مرعب جدا من شده الضعف بات هي از سمايلينج لكنه هو يبتسم ان ذا بيكتشر بالصوره اند ذا لوك in his eyes ونظر في عينيه تقول I am at peace ونظر في عينيه تقول أنا بسلام. طبعا هذا الشخص اللي هو كريس مات ووجد جثته بهذا الحطام مال الباص بسبب انه قرر ان يعيش حياته يعني هو بتشتغل منه من يتخلى ويعيش حر وكذا وهاي فهو يبدو لكل شيء ثمن فهو دفع ثمن. هذا كل شيء ان شاء الله. هاف نايس ويك اند or have a nice day. Thank you for listening. Goodbye. I'll see you later.